بيعفينا. من يبدأ الله بهم الحساب الأنبياء، عشان تعرف قدرك عند ربنا أنت وأنا وكل مشاهد بيشوفني دلوقتي. الأنبياء يبدأ الله بنوح، هتقولي لي السؤال المعتاد، وليه مش آدم؟ بالضبط، لأن آدم لم يكن رسولا وإنما كان نبيا. سيدنا آدم كان إيه؟ نبي، مش صاحب رسالة. فهيبدأ بإيه؟ بنوح، لأنه كان نبيا رسولا. يا نوح لبيك ربي. سيدنا النبي يقول نوح شيخ الأنبياء، فيرتجف كالعصفور المبلل بالماء بين يدي الله، هل بلغت؟ يقول نعم يا رب. يا قوم نوح هل بلغكم نوح؟ يقولون لا يا رب، لا يا رب. فيبكي سيدنا نوح بين يدي الله، يا رب أشهدك أني قد بلغت. يقول من يشهد لك؟ يقول يا رب أمة محمد، أمة محمد، ما من نبي في هذا اليوم إلا وهو يقول نفسي نفسي، إلا رسول الله يكون أمتي أمتي، عليه أفضل الصلاة والسلام. ولذلك لما تروح تدور يا ست لمي على النبي في أرض المحشر مش هتلاقيه. هنلاقيك فين يا رسول الله؟ قال في ثلاث أماكن. شوفي حبه لنا قد إيه. في ثلاث أماكن هتلاقوني. فين بقى يا رسول الله؟ كل نبي خايف مرعوب. إبراهيم ينسى خلته، قربه من ربنا ينساه من هول الموقف. عيسى ملوش دعوه بمريم، مريم تقول له يا ولدي، يقول لها ماليش دعوه نفسي نفسي. يحيى ملوش دعوه بزكريا، ولا زكريا اللي دعوه بيحيى، الا الحبيب يقول يا ربي امتي امتي امتي. فنلاقيك فين يا رسول الله؟ يقول خد بقى، تلاقوني في ثلاث اماكن. الموضع الاول او المكان الاول فين يا رسول الله؟ على باب جهنم. على باب جهنم. جهنم ليه يا رسول الله؟ علشان لو واحد من الأمة حاسب وتاخدوا الملائكة لجهنم يقولوا فأحتضنه حتى يحال بينها وبينه. يا شوف الحب، شوف حضرة النبي يحبنا قد ايه. عليه أفضل الصلاة. الموقف الثاني فين يا رسول الله؟ يقول عند الصراط. ليه يا رسول الله؟ لأن الصراط أدق من شعرات العين وأحب من السيف. احنا لسه هنتكلم عنه. وتحتي جهنم. علشان لو واحد رجله هتتزحلق ويقع يأخذ بيده رسول الله. يا حبيبي يا رسول الله. تالت حاجة عند الميزان. ليه يا رسول الله؟ عشان لو كفت السيئات ترجح يضع رسول الله يده في كفة الحسنات فترجح إكراما ليد الحبيب فيدخل عليه أفضل الصلاة والسلام. عليه أفضل الصلاة والسلام. صلى الله.